إذن عن استمرار الحراك الشعبي الأحوازي المناهض للنظام في طهران في ظل محاولات النظام تحويل مياه الأحواز، ينضم إلينا عبر الهاتف من كامبيرا الناشط السياسي الأحوازي مهدي فرحان. أستاذ مهدي، السلام عليكم. مع استمرار قمع التظاهرات من قبل الحرس الثوري وأيضا سقوط ضحايا واعتقال العشرات الضحايا حتى هذه اللحظة، تتحدث عن 9 قتلى من الأحوازيين، لكن هل تجد إيران السبيل في الحل في قمع التظاهرات بالقوة أستاذ مهدي؟ حياكم الله، شكرا على الاستضافة وشكرا لكم ولمشاهديكم. أهلا بك سيدي. أخي الكريم، هناك مثل شعبي أحوازي يقول لو طقن الضيم أصبح زايد، بمعنى يعني لو أصابني الظلم والاضطهاد سأكون أكثر شراسة ضد المحتل الإيراني. فالنظام الإيراني كما صرح يعني سابقا 50% من السلاح الغير شرعي في جغرافية إيران السياسية هو بيد الأحوازيين. نعم. ونقل الروافد المائية من الأحواز إلى العمق الإيراني وجعل الأحواز كمعسكر حاليا كمعسكر هو لا يجدي نفعا للنظام الإيراني ولا يكون حلا لهذه الأزمة. نعم. فكما تعلمون في ديسمبر 2019 في منطقة في مدينة محشور وبالتحديد الكورة، في يوم واحد 148 شهيد من مدينة الكورة. ولكن مدينة الكورة ها هنا مدينة الكورة اليوم تنتفض ضد سياسات الظلم والاضطهاد التي سببتها النظام الإيراني والحرس الثوري، و12 مدينة أحوازية. فهذا فالأحوازيين ما يرهبهم النظام الأمني اللي قايم به الحكومة الإيرانية ولا الحل الأمني اللي هو قايم به الحكومة الإيرانية. نعم. فالأحوازيين عندهم الشجاعة، واليوم 12 مدينة أحوازية منتفضة وشاركتها وانتفضت مع الشعب الأحوازي هناك القوميات الغير فارسية وحتى الشعب الفارسي. طيب أستاذ مهدي، هذا العنف المفرط من قبل نظام طهران، إلى أي مدى ترى أنها محاولة من النظام الإيراني لجر التظاهرات إلى الرد على هذا العنف المفرط بعمليات نوعية؟ بمعنى هل نتوقع خلال الأيام القادمة عمليات نوعية من قبل الأحوازيين؟ أخي الكريم، كل شيء ممكن في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الأحوازيين. كما تعلمون هناك فيديو انتشر قبل يومين للرئيس السابق محمود أحمد نجار، سرب هذا الفيديو وقال بأن كل المشاريع العمرانية التي نطرحها وتكتب للأحوازيين هي ترفض من قبل الحرس الثوري، والحرس الثوري يحاول يجر هذه المظاهرات السلمية للعنف. فالنظام الإيراني كما تعلمون هو يحاول يجر هذه المظاهرات إلى العنف، والعنف يولد عنف يعني موازي له. بالضبط. نعم. بالتالي جلب الميليشيات العراقية واللبنانية، وكما تعلمون اليوم الحكومة الإيرانية طلبت من الميليشيات العراقية كالنجباء وكتائب أهل الحق والحزب الله اللبناني يعني هل أستاذ مهدي، هل إيران بحاجة إلى ميليشيات هي التي تصدر الميليشيات إلى الدول العربية وإلى العراق بشكل خاص؟ هل تعتقد أن السلطات في طهران بحاجة إلى ميليشيات من خارج البلاد؟ أنت تعرف أخي الكريم، هناك انشغاقات كثيرة في الحرس الثوري وفي النظام الإيراني. نعم. فالنظام الإيراني لم يعد النظام السابق كقوته ذاك النظام السابق، فهو يستعين بالميليشيات. هذه الميليشيات اللي رباها ودربها واحتلت 4 عواصم عربية مثل العراق، مثل لبنان، مثل سوريا، مثل اليمن، فهو يستنجد بهم مثل ما شفناهم ب 2005 ب 2011 واخيرا ب 2019 حينما جلب هذه، وب 2020 ايضا حينما صارت السيول الممنهجه من قبل النظام الايراني، جلب كل هذه الميليشيات لقمع المتظاهرين. هذه الميليشيات تتفق مع الحكومه الايرانيه بعقيده ولايه فقيه الذي يرفضها كل العراقيين الشرفاء. عقيدة ولاية فقيه يتفقون معهم، فهناك يتهمون الأحوازيين
بمحاربة الله ورسوله، ويكون قتلهم أسهل لهذه الميليشيات وأعنف من قبل هذه الميليشيات. طيب أستاذ مهدي، إلى أي مدى تجدون في الأحواز مساندة عربية حقيقية من الدول الأكثر تضررا من خطر التمدد الإيراني؟ هناك بيان من اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والذي ساند التظاهرات في الأحواز، أيضا هناك اتحاد المغاربة أيضا ساند التظاهرات في الأحواز، إلى أي مدى تجدون مساندة عربية حقيقية أستاذ مهدي؟ المناصرة كبيرة من الشعوب العربية، نعم، من الشعوب المتضررة كما أشرتم به بتغريركم، الشعوب المتضررة من الإرهاب الإيراني. كما تعلمون الإرهاب الإيراني ما اقتصر على الدول العربية، الإرهاب الإيراني تصدر إلى أوروبا، إلى الدول الإفريقية وحتى أمريكا. قبل كم يوم أنتم شاهدتوا محاولة اختطاف النظام الإيراني للصحفية الإيرانية مسيح علي نجات، وانتشر كثير على التواصل الاجتماعي. فالنظام الإيراني، النظام على الدول العربية أيضا، على الدول العربية أن يعلمون بأن كل التمويل للميليشيات التي تزعزع الأمن والاستقرار للدول العربية هي تجي من أموال الأحواز. على سبيل المثال الحوثي اللي يسير المسيرات ويفجر المنشآت النفطية للمملكة العربية السعودية هي من دعم وأموال الحكومة الدولة العربية الأحوازية. فصراحة إحنا كعرب نناشد الدول العربية ونناشد إخواننا الشعوب العربية أيضا بمناصرة هذه القضية وضرب الأفعى بالرأس مو بالذيل، فضرب النظام الإيراني بالرأس من الداخل ودعم القوميات الغير فارسية وعلى رأسهم العرب الأحوازيين هو يحل هذه الأزمة، أزمة الإرهاب الإيراني اللي صدرت لكل العالم. من كامبيرا الناشط السياسي الأحوازي مهدي فرحان، شكرا جزيلا لكم.